هلا بعد العملية صار نفسي أعرف مين اللي تبرع لي بالقلب، مين اللي أعطاني الجائزة هاي اللي أنقذ فيها حياتي. أنا اللي كان مساعدني وقت مرضي إيماني القوي، الموت رح يجي بأي وقت إن كان معي قلب أو معي شخص. لما سمعت الخبر أنا كثير تدمرت. حكوا لي إنه أنت معك تضخم بالقلب وعضلة القلب ضعفت صارت 10%، فإنه يعني واحد عمره 22 سنة لسه بداية حياته. في شغلات كثير تغيرت بحياتي، ممنوع تأكل ملح، ممنوع تشتغل، ممنوع تركض، ممنوع تسجل بنادي، ممنوع تلعب حديد مثلا. ما كان لي نفس اضحك، ما كان لي نفس احكي مع حدا. صار صاحبي المستشفى، صار صاحبي الطوارئ والممرضين اللي هناك. حكى لي محمد انت في اي وقت احتمال يجيك قلب متبرع، فالقلب اذا انه كان بزبط على جسمك فانه احنا راح نبلش لك العمليه دايركت. يعني يمكن قعدت تقريبا سنتين وانا استنى الموضوع، فيوميتها تعبت نفسيا. فحكيت ليش ما اتوجه لربنا يعني وافوت اصلي، وصرت بدي ابكي. يعني صرت احكي يا رب انه تتوفاني بهالركعه او انه تعالجني لان انا تعبت. قعدت احكي مع ربنا هيك كانه صديق لي، يعني هو اللي رح يوقف معاي بكل شيء. طبعا رن التليفون. مين رن؟ الدكتور نفسه، الدكتور رازي، اللي هو حكى لي انه انت هيك كنزع لك قلب بعد سنتين. حكى معي في قلب متبرع. امي هون خافت، ابوي تكركب. موافق يا محمد؟ قلت له انا اللي موافق طبعا، اجت من السماء هاي. لما خلصت العمليه انا مرقت عندي زي كانها ثواني مش ساعتين، فانا بحكي للممرض انا خلصت هلا انا زرعت. يعني بحكي له لازم شوف تخوت انت خلصت كل شيء. صرت احكي باعلى صوتي اشهد والله اكبر من انبساط ان انفك عني. نفسي الحمد لله رجع، انه نفسي قبل العمليه كان كثير متعب، فانه بين دايركت سبحان الله لما قاموا البربيش كل شيء نفسي رجع طبيعي وكل شيء تمام. ما كان توصل لهون وتضايقني، فأنا ممنوع أشرب أكثر من كاسة. فيومتها طلبت كاسة وكاستين وثلاثة وارتويت، يعني أكثر مرة برتوي فيها يعني من 6 سنين تقريبا. إجا الوقت إني أعرف أهلها، أهل المتبرع. حسيت هذا البيت بيتي، يعني كأني فايته قبل هالمرة. طبعا انا فتت بعد تقريبا 3 أشهر من العمليه. فالام اول ما شافتني ام المتبرعه التحفت لي، صارت بدها تحضني تقريبا انه هذا حست انه بنتها فايت عليها. من خلال تجربتي انه من مرضي وقديش توجعت، وهون عرفت انه فعلا انه لازم اي انسان يروح يتبرع باعضائه، لانه ما بعرف امتى راح يتوفى وامتى راح ينقذ ناس، وراح تضلها هاي صدقه جاريه له. خلال تجربتي هلا في اشياء كثير بنزعل عليها ما لها اي قيمه عندنا. بعد ما انت تمرض ما بيصير عندك الا همك بس صحتك او انك تكون منيح وانك تتنفس زي الناس التانيين.
لمشاهدة المزيد من قصة إنسان اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، وإذا أعجبكم الفيديو شاركوا الرابط مع أصدقائكم واكتبوا لنا آراءكم، وإذا كانت لديكم قصص تودون مشاهدتها على قناتنا أخبرونا عنها في التعليقات.